تلغيم البحر استراتيجية جديدة للميليشيا، أو هي في الأساس وسيلة قتل وحصار جديدة. شوف الآن الحديثة وهي صنع إيراني، صنع إيران من أجل تدمير الشعب اليمني. هذه الوسيلة وإن بدت مبتكرة بالنسبة لليمنيين إلا أنها ذات تاريخ بالنسبة لحلفاء الميليشيا، حيث سبق وأن استخدمتها إيران في حرب الخليج الأولى في ثمانينيات القرن الماضي. تهدف الميليشيا من وراء تلغيم البحر إلى الإبقاء على الحصار المفروض على البلاد من خلال منع استخدام الموانئ المحررة، كما هو الحال في المخا وميدي التي زرعتها بعشرات الشبكات من الألغام والمتفجرات. قائد المنطقة العسكرية الرابعة أوضح أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني تمكنت من تفكيك عشرات الألغام في ميناء المخا والرصيف البحري ومرافئ الصيادي، لكن هذا أيضا لم يمنع سقوط ضحايا من المدنيين العاملين في مهنة الصيد، حيث قتل 8 صيادين في انفجار لغم في سواحل ميدي. هذه الحادثة ربما تكون البداية بالنظر إلى كميات الألغام المزروعة عرض البحر والتي أرادت الميليشيا من خلالها إعاقة الملاحة في الموانئ اليمنية، إلا أن الخطر قد يمتد لتهديد الملاحة الدولية، خصوصا أن هذه الألغام نشرت بالقرب من باب المندب أهم خطوط الملاحة الدولية في المنطقة. لم تترك الميليشيا شبرا في اليمن وصلت إليه إلا وزرعته بالموت، وهذا بنظر محللين يعكس مشروعها العدمي الذي يتخذ من القتل شعارا وغاية.